تحية الحباب في كل مكان. هذا شارع جبل العلام ومنه إلى شارع قرب المنافع. هو شارع قرب المنافع. تحية لكم إخواني أخواتي في كل مكان. الناس اللي كيتابعونا كيهتموا بالقناة ديالنا وكيقولوا لنا حنا راه كنتبعوك، جزاكم الله بخير. أنا إن شاء الله دائما معكم لأقربكم من بلدكم العزيز مدينتكم كيف هي وكيف أحوالها. تحية لولاد العريش، بنات العريش، تحية للمغاربة الأحرار، تحية للجالية المغربية في الخارج اللي كيتابعونا. والله إلا كنحاول نبعد على سطاح السيارات ولكن شغنديرو، شر لا بد منه. انتقلنا إلى زنقة الأركان، التجزئة الخضراء. اللي ما كيعرفش التجزئة الخضراء هي قهوة ديال واحد الغزال مقهى الجزيرة الخضراء. حتى هو كيتبعنا من المقهى التجزئة الخضراء. الجو زوين سبحان الله، هاد العشية ما بانتش الشمس نهائيا. اليوم جو مغمم، دليل على أن إن شاء الله بحول الله وقوته غتكون أمطار الخير. إلا كتب الله ما شفناش الشمس إلا ربما الصباح باكر. زنقة الأركان هو الفران ديال التجزئة الخضراء، معروف هنا كاين في هذا الشارع. كذلك كاين مسجد عمر بن الخطاب، كاين قاعة ديال الأفراح، كاين فرماسي المعلم البلدي. دابا راه الناس اللي بيعوا الشعير مشاو باغي قليل، قلة القليلة كما كتلاحظ. كتكون الدنيا عامرة. الحد ديال العريش هو الحد. أشوفوا تبارك الله، شوفوا على حمولة، شوفوا. حاولوا أخوتي تنقصوا من الصوت باش ما يوصلكمش الصوت ديال الحديد. راه ملي كنمشي نراجع الفيديو كنجبر فيه الصداع. صبروا معنا، راه ما عندنا ما نديرو، غالب الله. هذا شارع المهدي بن تومارت، كينطلق من هنا وكينتهي في الساكت بوشيما. كالله يبارك. مجرد ما كنوصلوا هنا لاحظوا معايا هذا الرمبوان هذا اللي هنا حدا الدرك الملكي، هنا تم تهيئته بشيء بسيط وجميل. احجار بشتى الالوان، احسن من ديك غوفاله اللي كانت هنا. ومن الاحسن انه يبقى مسيج هكا كما داروا الرحبه ديال الزرع، رمبوان الرحبه الزرع خلاوها مسيجه باش تبقى الامور مزيانه. الا يعني مشينا تعريناه مشى كلشي، ولي بنادم ينعس تما، ولي الكلاب يجلسوا تما، ما غيبقاش على حالو. خمسي يجي مزيان كما كتشوفوا. هذا الجديد الخبر راه زفوا لي احد الاصدقاء، ولكن راه كان فراسي البارح شفت هنا سياج كحل، واحد الكرياج كحل اللي اعتذر انه يتصلح. هو الحمد لله جميل جميل. اصلا كاينه واحد الفار هنايا، واحد البولا كطوي على واحد المسافه بعيده، بولا قويه. وكاين شي نقط فيهم نفس هاد الفار اللي كاين، كتطوي جهة السلام وجهة المدخل ديال مدينة العرائش وجهة هاد الشارع مدينة تومارت، يعني من صحة الإكسوس. وتصوروا معايا لو كانت الأرضية حمراء وسطها نجمة خضراء، واش كان غيكون المشهد؟ يعني يكون جميل. تحيات ساكنات حي السلام، المكاتب ديال حي السلام ها مكتبة، المكاتب خدامين هاد الحي. رفقوا بالناس، بيعوا وشريوا الأثمنة اللي هي مقبولة. الله يجازيكم بخير. راه الناس ما عندهاش، ولكن شي حد محتاج يكتب لينا إن شاء الله، ونطلبوا المحسنين يكون على خير. كان كيتابعنا شي حد محتاج للتفاتر والكتب يكتب داك الشيء في ورقة ويصيفطو لنا. والحمد لله الناس ما كتبخلش، وجود الخير يكون على الخير. مسجد السلام ربي كبير.
كتطلبش لعبك انت، كتطلب الله سبحانه وتعالى. الله في عمي عبدي مدام عبدو في عمي اخي. الله اللي كتب لي واحد السيد قال لي اذا كاين شي حد بغا فترات وداك الشيء ديال المدرسه انا موجود. كلام كبير هذا يا اخي، حفظكم الله ورعاكم يا امه التوحيد، امه السلام، امه التعاون والتضامن والتآزر، امه اقرا مرتين، اقرا باسم ربك الذي خلق، اشرف الانسان من علق اقرا وربك اقدر. العقبه سبحان الله عاد اكتشفت راح على خطيره في السلام. تجي تكتب في السلام عشقون يوم سبحان ربي العظيم. مش مش لاصقين فيهم تفرقوا فيهم احنا كتفرق بجبيلهم كتطعمهم. تحية جمعية المحصحص، جمعية المحصحص، هناك تلتقي السلام مع المحصحص. الجنان بيضاوة على اليسار، المحصحص على اليمين، شارع عبد الرحمن الغافقي. تحية لساكنة المحصحص، تحية لساكنة ديور غارسيا، تحية للعريشيين في المكانو. الجو اليوم راه شتوية، راه ممكن طيح الشتا اي لحظة، واصلا راه كانوا شي قطيرات هذه واحد خرجت للسوق على شي تشنشينات هكا. شوفوا الواجهة ديال مؤسسة الليمون زوينة، جميل الانسان يقوم بهذا العمل، هذا بسيط ولكنه جميل. مؤسسة الليمون برب خي احمد عمارة زكريا، شحال واحد كيتابع لنا من هذه العمارة؟ صدقوني هو يكتب لي في التعليق يقول لي انا كنتابعك انا من العمارة. شوفوا الفنون، شوفوا الفنون ده العمارة زكريا. الفن 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 مع الحيط. حاولوا اخوتي تكملوا الفيديو، حاولوا تكملوا الفيديو، راه الاغلبيه ما كيكملوش الفيديو، حاولوا تكملوا، راه فيه 800 دقيقة ما فيهش شي حاجه كثيره. وبارطاجيوه، المشاهده ضئيله وضعيفه. خاي احمد مطعم، خاي احمد مرحبا بكم، اشهر من النار على العالم، اشهر المطاعم، مطعم خاي احمد، مطعم رميساء. او هنا جيتوا للعريش مرحبا بكم، سولوها فابريكا الطحين، هو وحده هذا الخير، هذا فابريكا ديال الطحين. ايوا هذا مكان الحباب، انتظرونا دائما ودعمونا، الله يجزكم بخير. جيم بارطاج، شي تعليق، شي تعليق اخوتي، ما تبخلوش، ما تبخلوش علينا بالجيم والتعليق والبارطاج، البارطاج هو اللي مهم. عسى ان يكثر متابعونا، شكرا لكم.